بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس الأول، السادة المستشارين، أيها الحضور الكريم، ألتمس من سيادتكم تعيين مستشاري من هيئتكم المحترمة، كما أني بدوري أعين السيد أحمد رشم نائب الأول الوكيل عام الملك لمصاحبة السيد محمد صابر الذي قرر جلالة الملك نصره الله وأيده تعيينه رئيسا اولا لدى محكمة الاستئناف التجاري بالرش، وإصدار أمركم السيد كاتب الضبط بتلاوة سند تعيينه وبالتحاق المسؤول الجديد بعد ذلك بمقعده، والأمر بتحرير محضر قانوني يرجع إليه عند القضاء. الموضوع تعيينكم للقيام بمهام الرئيس الأول. سلام دام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتعيين. وبعد، فرعياً لما اقتضته المصلحة القضائية وبناء على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة شتنبر 2021 بتعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم الملكة وموافقة الجناب الشريف أسمه الله وأعز أمره. الله يبارك مرسيدي، الله يبارك مرسيدي، الله يبارك مرسيدي. نعم سيدي. أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش. بناء على كتاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية المؤرخ 9/2022 تحت عدد 2537/5 الذي بمقتضاه صدر الأمر المطاع عن الجانب الشريف أسماء الله وأعز أمره. الله يبارك الله يبارك مرسيدي، الله يبارك مرسيدي. نعم سيدي. بتعيين أستاذ محمد صابر رئيس الأول لهذه المحكمة والذي تولي بالجلسة العمومية، وبناء على ملتمس السيد الوكيل العام نصرح بان الاستاذ محمد صابر قد نصب في منصبه يومه 21/2022 على الساعه 3:45 بقاعه الجلسات العموميه لمحكمه السنه التجاريه بمراكش رقم 1 بمدينه مراكش. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حضرتم مراسم تنصيبي كرئيس أول لمحكمة الاستئناف التجاري بمراكش، ولا شك أنكم تعلمون الأهمية المعطاة من قبل صاحب الجلالة لهذه المحاكم كرافعة في المجال التجاري والاستثمار، وتعلمون كذلك بأن تنزيل النموذج التنموي الموحد قد خصص حيزا مهما لهذه المحاكم، وبعده جاء المخطط الاستراتيجي للسلطه القضائيه الذي بدوره ركز على هذه المحاكم، والكل ينتظر منها الشيء الكثير في مجال الاستثمار والنمو والتنميه والازدهار الاقتصادي. نسال الله العلي القدير ان نكون في مستوى هذه المسؤولية حتى نكون عند حسن ظن مولانا المنصور بالله دام له النصر والتأييد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.